إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن باب الأيمان من الأبواب التي ينبغي للمسلم أن يلم بها وأن يحيط بأحكامها، لأن الإنسان لا يخلو من التورط في مخالفة الشرع كتابا والسنة إذا كان جاهلا بحكم الشرع وما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف إذا كان الأمر مما اعتادته الألسن وجرت به عادة الناس؟ والأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة القوة والقدرة والمنزلة، واليد المقابلة لليسرى، وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، فسمي القسم وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا وإذا تقاسموا جعل الواحد منهم يمينه في يمين صاحبه. وقيل سميت يمينا لأنها تحفظ الشيء كما تحفظه اليمين، واليمين أقدر على حفظ الشيء من الشمال. هذا في اللغة. وأما اليمين في الشرع فتحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، تحقيق الأمر أو توكيد الأمر بذكر اسم الله تبارك وتعالى مقسما به أو بصفة من صفاته جل وعلا، أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك، عقد يقوي به الحالف المقسم عزمه على الفعل أو الترك، أو هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد، الإيلاء والحلف واليمين والقسم كل ذلك بمعنى واحد. واليمين لا يكون يمينا إلا بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، لا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته جل وعلا، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل. فأن يقول الإنسان والله، أو وعزة الله، أو وعظمة الله، أو وكبريائه، أو وقدرته، أو وإرادته، أو وعلمه، لا يكون الحلف في ميزان الشرع حلفا تترتب عليه الآثار إلا بذكر اسم الله تبارك وتعالى أو بذكر صفة من صفاته جل وعلا، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل. وصفة الذات هي التي لا تنفك عنها الذات أبدا، وأما صفات الفعل فهي الصفة التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. في القرآن الكريم يقول ربنا جلت قدرته: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض،
ويقول جلت قدرته: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وعن ابن عمر فيما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني كان يكثر إذا ما أقسم صلى الله عليه وسلم من استعمال هذه الصيغة لا ومقلب القلوب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد في الدعاء يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. حكم اليمين: اليمين أو الحلف أو القسم أو الإيلاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة من الندب والوجوب والإباحة والكراهة والتحريم. فاليمين أو الحلف أو القسم يكون واجبا أحيانا إذا كان لإنجاء معصوم من هلكة أو لإنجاء نفسه وهو بريء، فقد توجب عليه حينئذ القسم والحلف إذا كان حلفه وقسمه سيترتب عليه إنجاء معصوم من هلكة أو يترتب عليه إنجاء نفسه وهو بريء، فهذا واجب، قسم واجب حينئذ، ويكون مندوبا إذا كان لإصلاح بين متخاصمين، ويكون القسم ويكون الحلف بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته ذاتية أو فعلية يكون مندوبا إذا كان لإصلاح بين متخاصمين، ويكون مباحا إذا كان على فعل مباح أو حلفا على خبر هو فيه صادق، فهذا يكون مباحا إن شاء أتى به وإن لم يشأ لم يأت به، ولا تثريب ولا ملام. ويكون مكروها إذا حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، إذا حلف على أن يترك مندوبا رغب فيه الشرع أو يأتي بمكروه كرهه الشرع فهذا القسم مكروه في الشرع. وأما الحلف الكاذب والحلف على فعل معصية أو ترك واجب فهو حرام. فحكم اليمين تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. والأصل في مشروعية الحلف والقسم واليمين الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اعتبر الله تبارك وتعالى الأيمان وحض على عدم مخالفة ما عقد المرء نيته على فعله أو على تركه على حسب حلفه، وأسقط عنا اللغو منها كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. ويقول ربنا جلت قدرته: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحلف بالقسم، أمره بالقسم بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن العظيم. الموضع الأول: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، فأمره أن يقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والموضع الثاني: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قل بلى وربي لتأتينكم قل. فأمره الله تبارك وتعالى بالحلف والقسم. والموضع الثالث: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالكتاب دليل على المشروعية في مواضع كثيرة. وأما السنة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه. وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري ومقلب القلوب وأيضا والذي نفسي بيده، وهذا رواه البخاري أيضا والذي نفسي بيده. كان أكثر قسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقلب القلوب يقول أيضا: إذا ما أقسم والذي نفسي بيده. هذا دلالة من السنة على مشروعية الحلف والقسم واليمين والإيلاء كما مر. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. والحلف والقسم شيء، والإكثار من الحلف والقسم شيء آخر. فيكره الإفراط في الحلف بالله والإكثار منه لقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. فحلاف صيغة مبالغة من اسم الفاعل حالف، فإذا صار الإنسان بحيث يصير حلافا يعني كثير الحلف فهذا وصفه الله تبارك وتعالى بالذم الذي يقتضي كراهة الفعل. ولا تطع كل حلاف مهين. فيكره الإفراط في الحلف بالله والإكثار منه. ومما يدل على كراهة الإكثار من اليمين أيضا قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين واحفظوا أيمانكم له ثلاثة معان. واحفظوا أيمانكم، ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ احفظوها فلا تحلفوا أصلا. احفظوها إذا حنثتم فبادروا إلى ما يلزمكم. احفظوها فلا تحلفوا. احفظوها فلا تحلفوا أصلا. فإذا حلفتم فلا تحنثوا. واحفظوها إذا حنثتم يعني حلفتم ثم خالفتم فبادروا إلى ما لزمكم، يعني من الكفارة التي بينها لنا ربنا جل في قدرته. قال في تيسير العزيز الحميد عند شرحه لباب ما جاء في كثرة الحلف: يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، يعني المخالفة لما حلف عليه مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو يدل على عدمه. إذا أكثر الإنسان من الحلف بالله تبارك وتعالى فإنه لا محالة يكثر من الحنث، وهذا يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله تبارك وتعالى، لأن اليمين لا يكون يمينا إلا إذا أقسم المقسم بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. فإذا ما أتى الحنث فإن هذا يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب أو يدل على عدمه. وكثرة الحلف نقص في الإيمان. كثرة الحلف بالأيمان نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف
الحب إلى التساهل في ذلك وعدم المبالاة، وتفضي إلى الكذب وظن الكذب به. تفضي يعني تؤدي، تسوق إلى الكذب وظن الكذب به، لأنه إذا أكثر من الحلف من غير موجب فإن السامع يظنه كذابا، وهذا أيضا يؤدي إلى كثرة الحنف ويؤدي إلى الكذب، فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان. ولهذا قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم، فهذا الأمر للوجوب، فيجب حفظ الأيمان إما بعدم الحلف أصلا، وإما بمراعاة ما أقسم عليه فيأتي به على النحو المقسم عليه به، أو إذا ما حنث فينبغي عليه أن يأتي بما يلزمه على ما هي المعاني الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فهذا الأمر للوجوب، فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة له. وكثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله وتعظيم الله من تمام التوحيد. إذا قال الإنسان ويم الله، أو قال عمر الله لأفعلن كذا، أو قال لعمر الله ما حدث كذا ولا كذا، أو قال أقسمت عليك بالله، أو قال قسم أو قسما، فهل هذا يمين أو ليس بيمين؟ أيم الله يمين، لأنها بمعنى والله أو وحق الله. وكذلك ويمين الله، يمين يمين الله، أقول يمين الله لأفعلن كذا، أو يمين الله ما وقع كذا، هذا يمين عند الأحناف والمالكية، لأن معناها أحلف بالله. وقالت الشافعية: لا تكون يمينا إلا بالنية، فإن والحالف اليمين انعقدت، يعني إذا قال يمين الله وهو ينوي الحلف انعقدت عند الشافعية، وأما عند الأحناف والمالكية فمن غير نية، إذا أتى بها فهذا يمين وقد انعقدت، وأما الشافعية فإن لم ينوي لم تنعقد، وعند أحمد روايتان أصحهما أنها تنعقد، أنها تنعقد، سواء كان قد أتى بالنية أم لم يأتي بها، والذي اشترط النية الشافعية كما مر. عمر الله، القسم عمر الله، إن لم تدخل اللام عليه، يعني إذا قلت عمر الله ولم تقل لعمر الله، إذا لم تدخل اللام فيجب عليك أن تنصبه نصب المصادر، وإن أدخلت اللام رفعته، يعني إذا لم تدخل اللام قلت عمر الله لأفعلن كذا، تنصب نصب المصدر، فإذا أدخلت اللام تقول بالرب لعمر الله لأفعلن كذا، لعمر الله معناها وحياة الله أو وبقائه، صفتان، صفة البقاء وصفة الحياة بالله جل وعلا، وهي يمين عند الأحناف والمالكين. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون يمينا إلا بالنية. وأما كلمة أقسمت عليك أو وأقسمت بالله، فبعض العلماء يرى أنه يكون يمينا مطلقا، وأكثرهم يقول إنه لا يكون يمينا إلا بالنية. الشافعية ذهبوا إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا، وإن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا، وإن واليمين ما دام ذكر فيه اسم الله فعندهم أنه ولو لم ينوي فهو يمين، وأما إذا لم يذكر فيه اسم الله فلا يكون يمينا مقسما به إلا إذا كانت النية قد توفرت. وأما مالك رضي الله عنه ورحمه فقال: إن قال الحالف أقسمت بالله كان يمينا، وإن قال أقسمت عليك فلا يكون يمينا إلا بالنية، كأنه وافقه الشافعية في هذا أيضا. الحلف بإيمان المسلمين وهو كثير عند عوام المسلمين،
الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شيء، لا طلاق ولا غيره. الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شيء، ومن حلف فقال إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام، أو قال إن فعلت كذا فالحلال علي حرام، أو قال إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة، هذا وأمثاله إذا ما حنث فيه تفيه كفارة يمين. يعني إن قال الإنسان إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة ثم فعل، ما الذي يلزمه؟ يلزمه كفارة يمين. وكثير من المسلمين يتورطون في أمر كبير وهو الحلف بأنه غير مسلم، أو الحلف بالبراءة من دين الإسلام العظيم. فمن حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعل. وقال جماعة من العلماء منهم الشافعي ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. فذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي أن من حلف بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو بريء من دين الإسلام إن فعل كذا ففعل أنه ليس بيمين ولا كفارة على الآتي به، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. ما هي النصوص؟ روى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني عقوبة له على كذبه، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ما المعنى إن كان كاذبا فهو كما قال؟ وهو قال إنه بريء من الإسلام، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر، وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله. إن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه، يعني إذا حلف أنه إذا فعل شيئا ما يكون كافرا يهوديا أو نصرانيا أو بريئا من الله أو بريئا من دين الإسلام، إن قصد أنه يكفر إذا فعل المحلوف عليه وفعله كفر والعياذ بالله. وإن قصد إبعاد نفسه لم يكفر، وليقل حينئذ لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله ويتوب إليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي إلى أنه يمين وعليه الكفارة إن حنث. قلنا جماعة من العلماء، بعض العلماء منهم الشافعي عليه الرحمة ذهبوا إلى أنه ليس بيمين، وأنه يكتفى فيه بالزجر الشديد والوعيد الأكيد الذي ورد في النصوص. وأما جمهور أهل العلم الأحناف والإمام أحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي فذهبوا جميعا إلى أنه يمين وعليه الكفارة إن حنث، مع الزجر الشديد والوعيد الأكيد. الحلف بغير الله أيها الأحبة محظور. اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، ويحرم الحلف بغير ذلك، لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم. فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأبي أو الكعبة أو ما شابه ذلك فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه إن حنث،
وأثم بتعظيمه غير الله، كما ستأتي النصوص في دمغه بالشرك الأصغر، أنه إذا حلف بغير الله حتى ولو حلف بالطلاق، فمن يقول علي الطلاق فهذا حلف بغير الله لا يترتب عليه طلاق، هذا حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق حلف بغير الله وشرك بالله تبارك وتعالى، كما سيأتي وصف ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من المخالفة للمحلوف عليه طلاق، فالحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق. من حلف وأقسم بالنبي أو الولي أو بالكعبة أو بأبيه أو برأس جده أو بتربة خاله وما شابه ذلك فإن يمينه لا تنعقد ولا كفارة عليه إن حنث وأثم بتعظيمه غير الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، كان عمر رضوان الله عليه في سفر مع جماعة مع ركب، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. رواه البخاري ومسلم. ذاكرا يعني من قبل نفسه، وآثرا حاكيا ذلك عن غيره، يعني حتى الحكاية عن الغير وهو يحلف بأبيه لم يكن عمر رضوان الله عليه يأتي بها، لا ذاكرا يعني يحلف من عند نفسه، ولا آثرا حاكيا ذلك عن غيره، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة، فقال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم والنسائي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. المقامرة معروفة، فمن قال لصاحبه تعال أقامرك قال فليتصدق، ومن حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وعن أبي داود: من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا دائر على ألسنة كثير من المسلمين، بالأمانة والأمانة، الحلف بالأمانة لا يجوز، من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وليس منا يعني ليس على طريقتنا، ليس على منهجنا، ليس هذا من سنتنا ولا من سبيلنا، ولكن لا يخرجه هذا الحلف إلى دائرة الشرك الأكبر، وإنما هو شرك أصغر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد أي الأصنام، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. قد يعكر على هذا قول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه قوله للأعرابي كما عند أبي داود وغيره: أفلح وأبيه، عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور الإيمان والعمل، وقرر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتزم تلك الأمور ولا يتعداه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه. فيقولون هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما نهى عن القسم به. جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم، كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه، أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة، وإن لم يقصد التعظيم فأن يكون هذا القسم
دائرا على الألسن كما كان بين العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أفلح وأبيه إن صدق، قالوا كان هذا دائرا على ألسنة العرب، ولكن هذا الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما موقف العلماء من شرحه؟ قال الخطابي في معالم السنن: أفلح وأبيه هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطابها، تريد بها التوكيد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه ثم حلف هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحتمل أن يكون هذا القول منه، أي هذا الحلف، قبل النهي عنه. يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف وأتى بهذا القول قبل النهي: لا تحلفوا بآبائكم. ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القصد. وفيه وجه آخر، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أضمر فيه اسم الله، كأنه قال: لا ورب أبيه، لا وأبيه، أفلح وأبيه، فأفلح ورب أبيه إن صدق. وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائه. فكان الواحد منهم إذا حلف بأبيه أتى به على سبيل التعظيم والتضخيم، وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائه. ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك الكلام منه، يعني من الحالف بالأبي، على سبيل التوقير له والتعظيم لحقه، دون ما كان بخلافه مما لا يقصد التعظيم. والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين: أحدهما على وجه التعظيم، والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القصد. النووي عليه الرحمة أيد ما قاله البيهقي عليه الرحمة من أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد، فلا يلبسن أحد عليك. إذا ما جاءت النص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافعل كما فعل عمر. أدركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقسم بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: ما حلفت بعد ذلك بأبي ولا حلفت بالآباء، لا ذاكرا يعني منشئا ذلك من نفسي، ولا آثرا يعني حاكيا ذلك عن غير، لموقع النهي، نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، يعني ببعض مخلوقاته، والعرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم، يلقون إليه السمع مصغين، لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به، وأنه إنما أقسم ليؤكد كلامه. وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة، منها القرآن كقوله جلت قدرته: والقرآن المجيد، فهذا قسم بالقرآن. ومنها قسم ببعض مخلوقات الله جل وعلا، مثل: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. كل هذا قسم أقسم الله تبارك وتعالى فيه ببعض مخلوقاته، كما أقسم الله تبارك وتعالى بكتابه العظيم بكلامه. ما العلة في ذلك؟ وما هي الحكمة التي تدل عليها هذه الأقسام؟ حكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه. من هذه الحكم لفت النظر إلى مواضع العبرة في الأشياء التي أقسم بها الله تبارك وتعالى، والحث على تأملها حتى يصل إلى وجه الصواب فيها. أقسم الله رب العالمين بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة، وأقسم بالملائكة لبيان أنها خاضعة لله تبارك وتعالى وليست بآلهة معبودة،
وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها، وأن لها خالقا وصانعا وحكيما، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه. أقسم الله تبارك وتعالى بالريح والطور والقلم والسماء ذات البروج، لأن ذلك جميعه من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالتفكر والنظر. المقسم عليه فأهمه وحدانية الله. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء، وأقسم بالقرآن العظيم على أمور منها وحدانية الله، ومنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بعث الأجساد مرة أخرى بعد بلاها، ومنها القسم على يوم القيامة، أن هذه الأشياء إنما هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في الأنفس وأن تتأمل بالأبصار وبالعقول. القسم بالمخلوقات مما اختص الله به، أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. شرط اليمين وركنها: اليمين تصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، أن يكون مكلفا مختارا غير مكره قاصدا إلى اليمين لا ناسيا ولا ساهيا. ويشترط في اليمين العقل والبلوغ والإسلام وإمكان البر والاختيار لا الإكراه، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. وركن اليمين اللفظ المستعمل فيها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى أي المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم. فشرط اليمين أن يكون عاقلا بالغا مسلما يمكن أن يبر بيمينه مع اختياره من غير إكراه، والركن هو اللفظ المستعمل في اليمين. وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به حتى يكون بارا برا بيمينه، فإن لم يفعل فيحنث وتجب الكفارة. من حلف، من أقسم، من أتى بيمين فحكمه أن يأتي بما أقسم به، ما حلف به، ما أتى باليمين عليه، فيكون حينئذ برا بيمينه أتى بها، أو يحنث فتجب عليه الكفارة. والأدوات التي تستخدم في القسم ثلاثة: الباء مثل فلا أقسم برب المشارق والمغارب، الباء في قوله جلت قدرته بربي المشارق والمغارب، والواو مثل والنجم إذا هوى، كما نقول نعم والله العظيم ورب الكعبة إلى غير ذلك. فهذه الواو هي واو القسم، وكذلك التاء في مثل قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. أقسام اليمين: اليمين قسمها العلماء ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، واليمين الغموس. وهناك قسم رابع ينبغي أن يلتفت إليه: اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. وأما القسم الرابع فأن يحلف على مستحيل، كصوم أمس، يحلف على مستحيل، على أمر مستحيل كصوم أمس، أو يحلف على أن يأكل من ثمار الجنة في الدنيا، فهذا كله مستحيل. الحلف على المستحيل لا كفارة فيها لأنها غير منعقدة، فالتفت إلى هذا القسم جيدا: اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. والقسم الرابع أن يحلف الإنسان على مستحيل، أمر مستحيل، أن يصوم الأمس، أو أن يصوم شهر رجب أو شعبان الماضي، أو أن يحج في العام الذي خلى، كل هذا مستحيل، فما الحكم؟ هذا يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها،
يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها، يمين اللغو، ولغو اليمين ولا كفارة فيها، لقوله جلت قدرته: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين نوعان، اكتفت جيدا، لغو اليمين أو يمين اللغو نوعان، أحدهما قول الرجل في أثناء كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله، كلا والله، بلا والله، دون قصد اليمين. قول الرجل في أثناء كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله، كلا والله، بلا والله، دون أن يقصد اليمين. فهذا قال ابن عباس وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا: هذا من لغو اليمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. وقول عائشة هذا رضي الله عنها أخرجه البخاري موقوفا، وأخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي مرفوعا، وهو حديث صحيح. إذن نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله، كلا والله، بلا والله، هذا من لغو اليمين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أيمان اللغو ما كان في المراء في أثناء المحاورة عند اشتدادها أو اشتداد الخصام: لا والله، كلا والله، بلا والله، والهزل كذلك، ومزاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب. مزاحة الحديث: والله لتأتين حتى أطعمك سمكا من أعالي البحار، ولا يقصد ذلك، وإنما يمزح يهزل، وليس عنده سمك من أداني البحار، فضلا عن أن يكون من أعالي البحار، لا ينعقد عليه القلب. وقال المروذي: لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هي قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد له. فهذا هو القسم الأول من لغو الحديث. القسم الثاني من المراد بلغو اليمين، لغو اليمين، هو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين خلافه. يحلف على شيء ويخصم وهو على يقين من أنه حدث، ثم يتبين أن هذا الذي أقسم عليه واجتهد في القسم لم يحلف، هو كان يظنه أنه كما حلف عليه، ثم يجده على خلاف ذلك، فهذا هو القسم الثاني من لغو اليمين لا كفارة عليه، احتفت. ورد عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة من السلف، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، يعني أن الذي يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين خلافه هذا لغو اليمين، حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك عند أهل العلم، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة من السلف رحمة الله عليهم جميعا. لغو اليمين وحكمها: يمين اللغو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول المرء: والله لتأكلن، تحدث كثيرا، والله لتشربن، والله لتحضرن، والله لتزورن بيتنا اليوم. هذا القسم ما هو؟ لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سخط القول لغو يمين. كما مر عن السيدة عائشة رضوان الله عليها في قول الرجل لا والله، كلا والله، بلا والله، نزل فيه ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال مالك رضي الله عنه والأحناف والليث والأوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، فهذا من باب الخطأ إلى من باب اليمين ولا شيء عليه، هذا من لغو اليمين. أحمد رحمه الله عنده روايتان كالمذهبين: حكم هذا اليمين أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه، هذا هو القسم الأول من أقسام اليمين، اليمين اللغو، قول الرجل كلا والله، بلا والله، كلا والله، لا والله، من غير أن يعقد القلب على ذلك،
فهذا القسم الأول، أو يحلف على شيء يظنه كما حلف عليه فيتبين حين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه، فهذا من باب الخطأ لا من باب اليمين، هذا هو لام اليمين ولا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه. القسم الثاني اليمين المنعقدة، وحكمها كما هو معلوم أنه لا بد من أن يأتي بها على النحو، فإن لم يأتي وحنث فعليه الكفارة. اليمين المنعقدة هي اليمين القسم الحلف على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه، يحلف على أمر مستقبل متصور لا مستحيل أن يحلف على أمر مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه باسم الله أو بصفة من صفاته. اليمين المنعقد أن يحلف على مستقبل متصور عامدا عاقدا عليه قلبه باسم الله أو بصفة من صفات الله جل وعلا. اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليه، يمين متعمدة مقصودة وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة. واليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، أمر في المستقبل أن يفعله أو أمر في المستقبل لا يفعله، مع عقد القلب والإتيان باسم الله أو بصفة من صفاته قاصدا عامدا. وحكم اليمين المنعقدة وجوب الكفارة عند الحنثي، عند عدم البر في اليمين، الحنث يعني عدم البر في اليمين، فإذا لم يبر بيمينه فقد وجبت عليه الكفارة إذا كانت اليمين منعقدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اليمين المنعقدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يمين الغموس، يمين اللغو قسمان، اليمين المنعقدة وحكمها أنه إذا لم يبر بها وحنث فيها يعني لم يأتي ببرها فإنه تلزمه الكفارة. اليمين الغموس قسم الثالث، وأما أن يحلف على أمر مستحيل فهذا لا كفارة فيه لأنها يمين غير منعقدة أصلا. وأما اليمين الغموس وتسمى اليمين الصابرة فهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو يقصد بها الغش والخيانة، كبيرة من كبائر الإثم ولا كفارة فيه. من عظمها وكبير جرمها يقول العلماء إنه لا كفارة فيه، يعني الذي يحلف كاذبا لا كفارة له، وإنما يبوء بإثمها يوم القيامة وأتى بكبيرة من كبائر الإثم وبجريمة من كبريات الجرائم، وسميت غموسا لأنها تغمسه في النار غمسا، نسأل الله السلام على عافيه. قالوا لا كفارة فيها إلا الشافعي ورواية عن أحمد ففيها الكفارة عند الشافعي ورواية عن أحمد، والرواية الأخرى أنه لا كفارة فيها مع جمهور أهل العلم لأنها أعظم من أن تكفر. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، تجب التوبة منه ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب على اليمين الغموس ضياع هذه الحقوق. يقول الله جلت قدرته ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وعن أحمد رحمه الله وكذا روى أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق، والفرار من الزحف. هذا حديث حسن خرجه الشيخ بطرقه ورواياته في السلسلة الصحيحة وكذا في الإرواء حكم بحسنه رحمة الله عليه. خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، يعني أن
يلصق الإنسان بأخيه المؤمن شيئا ليس فيه وهو بريء منه، وبهت مؤمن أن يقول فيه ما هو منه بريء، وبهت مؤمن ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق، والفرار من الزحف ليس فيهن كفارة. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار غمسا، نسأل الله السلامة والعافية. وروى أبو داود عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين مصبورة، مصبورة تسمى اليمين الصابرة التي تصبر صاحبها يعني تحبسه بذنبه وجرمه حتى يرد النار، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هنا مصبورة، مع أن صاحبها هو المصبور المحبوس على نار جهنم. فمن حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. ومصبورة أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة مع أن صاحبها هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجله، إنما حبس ومنع من دخول الجنة وغمس في النار بسببها، فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازا. فاليمين الغموس أيها الأحبة من كبريات الآثام ومن عظائم الذنوب، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرنها بالشرك وبقتل النفس، وقرنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا كفارة له، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فالحلف والقسم أمر كبير جدا ينبغي على الإنسان أن ينزه منه لسانه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، ولا يحلف إلا مضطرا، إلا إذا اضطر إلى الحلف وإذا اضطر إلى القسم فيأتي به حينئذ وتعتريها الأحكام التكليفية الخمسة كما مر ذكر ذلك. على الإنسان أن يتنزه عن هذا الأمر الجليل حتى لا يتورط فيما ينافي كمال التوحيد أو يؤدي إلى عدمه، نسأل الله أن يمن علينا بالتوحيد الكامل إنه على كل شيء قدير. ومبنى الأيمان على العرف والنية، على العرف الذي تعارف عليه الناس، وعلى النية، نية الحالف أو نية المحلف كما سيأتي إن شاء الله. أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس، لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع، بل مبنى الأيمان على العرف الذي درج عليه الناس. من حلف مثلا ألا يأكل لحما فأكل سمكا، الله تبارك وتعالى سمى السمك لحما، وتستخرجون منه لحما طريا، ما هو سمك. فمن حلف ألا يأكل لحما، هل العرف الذي يتعارف عليه الناس هو أنه إذا أطلق اللحم انطبق على السمك، على اللحم وليس على السمك؟ هذا هو العرف. وأما دلالة الشرع فقاضية بأن السمك لحم، ومع ذلك فينبغي علينا هنا أن نعود إلى دلالة العرف عند الحالف إلا إذا نواه، يعني حلف أن لا يأكل لحما ونوى أن لا يأكل سمكا، أو كان في المكان الذي هو فيه يتعارف الناس في ذلك المكان على أن السمك داخل في عموم اللحم. ومن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلفه غيره على شيء فالعبرة بنية المحلف لا الحالف، وإلا لم يكن للأيمان فائدة في التقاضي. اللهم صل على محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الحلف بغير الله محظور، فلا يحلف الإنسان بالنبي ولا بالولي ولا بالأبي ولا بالكعبة وما شابه ذلك. ومر ذكر أن الله تبارك وتعالى أقسم بأمور، قلنا بأشياء
ولم نقل بمخلوقات، بأشياء أولا، بأشياء منها القرآن العظيم، فهل هذا يدل على أن القرآن مخلوق؟ حاشا لله، من يقول ذلك؟ لا يقول ذلك إلا زائغ. الحلف بالقرآن جائز لأنه صفة من صفات الله، هو كلام الله، القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفيه الخصومة التي كانت بين الإمام أحمد وأحمد بن أبي ذؤاد وأولئك الذين ذهبوا إلى تأويل الصفات وقالوا إن القرآن مخلوق، هل يقول ذلك إلا زائغ؟ نرجو السماع جيدا وأن يصغي الإنسان برفق وأن يلقي السمع وهو شهيد. الحلف بالقرآن العظيم إن قصد به أنه كلام الله جائز لا شيء فيه، والحلف بالمصحف إذا قصد أنه يحلف بكلام الله وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فلا شيء فيه. وإما إذا حلف بالمصحف يعني المداد والأوراق فذلك مخلوق لا يجوز الحلف به. وهذا تفصيل كان سيأتي ولكن القوم يتعجلون، عفى الله عنه. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. من حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه إلا إذا حلفه غيره على شيء، فالعبرة بنية المحلف لا الحالف. يعني إذا حلفت أنت على شيء، حلفت على شيء ووريت بغيره، العبرة بنيتك أنت لا بلفظه. وأما إذا حلفك غيرك فالعبرة بنية المحلف لا بنية الحالف. وإلا فإن القاضي يمكن أن يحلفك على نية وتعني أنت أخرى وتوري بأخرى، فما قيمة الأقسام حينئذ؟ قال النووي: إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه، على نية المحلف، ولا تصح التورية هنا، وتصح في كل حال ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما. يعني لا يجوز للإنسان إذا حلفه غيره أن يوري عند القسم وعند الحلف بغير ما يحلفه عليه المحلف، وإنما النية هنا لمن؟ للقاضي، للمحلف أو لنائبه. وأما الإنسان إذا ابتدأ هو يحلف على شيء فورى بغيره فهو على نيته هو. الدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره، العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره فحينئذ على نية المحلف، ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة وهو إسناد صحيح، قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فخلى سبيله، خلى عدوه سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، هو ليس بأخيه صليبة، ليس وائل ابن حجر بأخي سويد بن حنظلة، ولكن حلف عند عدوه الذي أمسك أنه أخوه، وهذا العدو كان يعرف سويد ابن حنظلة فأطلقه لأجله لأنه أخوه وليس بأخيه صليبة، وتحرج القوم أن يحلفوا، قال: وحلفت أنه أخي، قال: صدقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحرجوا وحلفت، قال: صدق المسلم أخو المسلم. وهو عندما حلف أنه أخوه كان يعني ماذا؟ أنه أخوه في الإسلام. والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شيء ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف. هكذا نص اليمين على نية المستحلف. وفي رواية: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، والصاحب هو المستحلف. وهذا رواه مسلم الحديث الأخير: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. لو نسيت أو أخطأ هل عليك شيء؟ الحنف في اليمين وعدم البر فيها متى يكون؟ يكون بفعل ما حلف على تركه، يفعل ما حلف على تركه، يحلف على ترك شيء ثم يفعل.
أو ترك ما حلف على فعله، يحلف على فعل شيء ثم يتركه. فالحلف وعدم البر في اليمين يكون بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ، يعني حلف أن لا يدخن مثلا، فأتاه بعض أهل السوء بسيكارة فدخنها ناسيا أو على سبيل الخطأ فعل ذلك، فهل عليه حينئذ كفارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. رواه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر، والطبراني والحاكم عن ابن عباس، والطبراني عن ثوبان رضي الله عنهم جميعا، وهو حديث صحيح. فلا عليه شيء، يعني لا عليه كفارة، وعليه إثم الوقوع في الحرام بدأ، لأنه هو حلف أن لا يفعل حراما. وهل الإنسان مكلف أن يحلف أن لا يفعل حراما؟ هو مأمور بأن لا يفعل حرام أصلا. يقول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. المكره الذي يكره على أن يأتي بيمين بقسم لا يلزمه الوفاء باليمين التي أكره عليه، ولا يأثم إذا حنيت فيها. للحديث المتقدم أن الله تبارك وتعالى تجاوز لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وحديث صحيح. المكره كما هو معلوم مسلوب الإرادة، سلب الإرادة يسقط التكليف. ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد إلا أبا حنيفة، فإنه قال بأنها منعقدة. الاستثناء في اليمين مخرج عظيم، كأن يقول: والله لأفعلن إن شاء الله. يعني يا أخي لابد أن تزورن، سأزوركم. يقول احلف: والله لأزورنكم إن شاء الله. ليس عليه أن يزور، وإذا لم يزر فلا شيء عليه للاستثناء في اليمين. من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنف عليه. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. رواه أحمد وغيره، وصححه ابن حبان، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنف عليه. فإذا كان واحد من أهل من طلاب الحديث من طلاب العلم يعرف الحديث فلا يخدعنك. فإذا حلف فاستثنى قل له احلف ولا تستثنى. يعني إن قال والله لأفعلن إن شاء الله فلا يطمئن بها قلبك، وإنما قل له احلف ولا تستثنى. لا تقل إن شاء الله، احلف ولا تستثنى. تكرار اليمين: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك من غير حنف كما ترى. كذلك لا يحنف إذا حلف على غيره إكراما له فخالفه، كما لو حلف عليه أن يجلس في مكان والله لتقعدن في هذا الموضع، أو حلف أن يعطيه شيئا كرامة له ثم امتنع المحلوف عليه. الحالف في هذه الحال لا يحنف وليس عليه كفارة. ومما يدل على ذلك قصة أبي بكر رضوان الله عليه مع أضيافه، حيث إن الأضياف لم يأكلوا الطعام حتى يأكل أبو بكر، فقال أبو بكر: والله لا أطعمه الليل. قال: كلوا. قالوا: لا نأكل حتى تأكل. قال: فوالله لا أطعمه الليل. قالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، حلفوا علي لآكلن فأكلت، وأنا حلفت ألا آكل فحنثت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت أبرهم وأخيرهم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولم يأمره بكفارة اليمين. ويدل على ذلك أيضا قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: جاء رجل فقص رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجل أبو بكر فعبرها أول جزء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأ. قال: لا تقسم. ولم يحدث صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره أيضا بالكفارة. هذا القول يعني عدم الحنث والكفارة إذا قصد الحال في الإكرام. إذا قصدت الإكرام لصاحبك، والله لا تزورن، والله لا تطعمن، والله لا تأكلن، والله لا تقعدن في هذا الماء إلى غير ذلك، ثم لا يضر الآخر قسمك. إن قصدت الإكرام فلا شيء عليه، ولا حنث ولا كفارة. وهو قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، وقول الشيخ محمد بن إبراهيم، وبل إليه الشيخ صالح رحمة الله عليه، وقالوا: لأن الحالف يقصد الإكرام كالأمر، كالأمر إذا ما أمرت، ولا يحنث الآمر إذا فهم منه الإكرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وأبو بكر يصلي، تذكرون في مرض موته صلى الله عليه وسلم يصلي إماما، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره أن يظل مكانه، فتأخر أبو بكر مع أمر من؟ مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ينبغي أن يمتثل وأن يطاع. ولكن لما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم إكرام أبي بكر، لم يقع أبو بكر في مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكرار اليمين، أحيانا الإنسان يكرر اليمين، يقول مثلا: والله لا أشرب لا آكل، والله لا أشرب لا آكل لا ألبس. وأحيانا يقول: والله لا أشرب، والله لا آكل، والله لا ألبس. هل هناك فارق؟ إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنيثة، فقال أبو حنيفة ومالك: التكفير عنها هنا يلزم إذا كانت أيمانا. يعني أبو حنيف ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، يلزم بكل يمين كفار. وعند الحنابلة إن من لزمته أيمان قبل أن يكفر عنها، لزمته أيمان قبل أن يكفر عنها، وموجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد. وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تبارك وتعالى، إن كفارة اليمين غير كفارة الظهار، فإذا اختلفت لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. وأما إذا كان الموجب واحدا، والله لا أشرب، والله لا أشرب، والله لا أشرب، هذه فيها كفارة واحدة، والله لا أشرب، والله لا أشرب، والله لا أشرب، فهذه فيها كفارة واحدة. نعم، والله لا أشرب، والله لا أشرب، والله لا أشرب، الموجب واحد، كفارة يمين، فهنا كفارة واحدة. عدة أيمان، عدة أيمان على أشياء مختلفة، لا أشرب لا آكل لا ألبس، والله لا أشرب، والله لا آكل، والله لا ألبس، عدة أيمان ولكن أشياء مختلفة، هنا كفارات بعدد الأفعال، الشرب والأكل واللبس، ثلاث كفارات. رواية عن أحمد وهو قول أكثر أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن سعدي وهو الراجح، أنها حينئذ تلزمه كفارات بعدد تلك الأيمان ما دامت قد اختلفت، والله لا أشرب، والله لا آكل، والله لا ألبس، ثم حدث في ذلك كله، فعليه ثلاثة كفارات. وهناك من يقول، وهو قول مرجوح، كفارة واحدة لأنها من جنس واحد فتداخلت، يمين واحدة على أجناس مختلفة. إذا قال والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، في خلاف والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا ألبس، وكل منها يمين، أقسم على كل واحدة من هذه بيمين منفصلة، والله والله والله. وأما هنا فيقول والله لا أشرب ولا آكل ولا ألبس، فحنث في الجميع فهي كفارة واحدة. هذا إذا ما تكررت الأيمان. ما هي الكفارة؟ كفارة اليمين، الكفارة صيغة مبالغة من الكفر وهو الستر، والمقصود بها الأعمال التي تكفر بها بعض الذنوب وتستر حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة. اللي بيكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف الإطعام والكسوة والعتق،
على التخيير، فمن لم يستطع فليصم 3 أيام. يعني إذن الإطعام والكسوة والعتق مش موجود الآن، الإطعام والكسوة 10 مساكين على التخيير، إن شاء أن يطعم وإن شاء أن يكسو فالإطعام والكسوة والعتق أيضا على التخيير. فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث فعليه أن يصوم 3 أيام. هذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا، يعني هي تبدأ من الأدنى للأعلى، فالإطعام أدناها والكسوة أوسطها والعتق أعلاها. وقد قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطع وإن شاء كسى وإن شاء أعتق، أي ذلك فعل أجزأه. فالإجماع عند العلماء على أن الأمر على التخيير، إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتق. يبقى ما عندنا ها هنا ترتيب تصاعدي ولا شيء، بل هي على حسب الاختيار كما أجمع على ذلك أهل العلم فيما نقل الإجماع عنهم ابن قدامة في المغني عليه الرحمة. قال: جلت قدرته فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم. وهذه الكفارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حكمة الكفارة أن الحنث والإخلاف عدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا الدم. الإطعام: كيفية الإطعام أن يدفع الطعام إلى كل واحد من المساكين أو يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم. كيفية الإطعام أن يدفع الطعام إلى كل واحد من المساكين أو يجمع المساكين فيغديهم جمعا معا أو يعشيهم. ولم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك لم يرد فيه نص شرعي في تحديده مقدارا ونوعا فمرجعه إلى العرف تقديرا، فيعاد به إلى العرف. طالما أن الشرع لم يأتي ببيان مقداره ولا نوعه فحينئذ يعاد به إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا، لا من الأعلى الذي يتوسع فيه في المناسبات والمواسم، ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان، وإنما من أوسط ما يطعم منه أهله. فلو كانت عادة الإنسان الغالبة مثلا في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر أي القمح، فلا يجزئ ما دونه، يعني ما هو أقل منه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه، لأن المثل هو الوسط والأعلى فيه الوسط وزيادة. وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد. كان الإمام مالك عليه الرحمة يرى أن المد يجزئ في المدينة النبوية. قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا. فترك الأمر لتقدير أهل البلدان. يقول: فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا الوسط على حسب التقدير وعلى حسب الأعراف. واشترط الفقهاء أن يكون 10 المساكين من المسلمين، إلا أبا حنيفة فجوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ومعلوم والحمد لله إن فقراء أهل القبلة كثير. ولو أطعم مسكينا 10 أيام فإنه يجزئ عن 10 مساكين عند أبي حنيفة. وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد، أن الله يقول 10 إطعام 10 مساكين، وأنت تطعم مسكين واحد 10 أيام فهو مسكين واحد عند جمهور أهل العلم، إلا عند أبي حنيفة عليه الرحمة. فقال: لو أطعم مسكينا واحدا 10 أيام يجزئ، فإنه 10 مساكين. وأما غيره من الجمهور فيقولون: بل هذا يجزئ عن مسكين واحد، وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع.
ومن لم يجد ذلك فاضلا عن نفقته يعني زائدا عن نفقته ونفقة من يعول فإنه لا شيء عليه. وأما الذي يجد ذلك فاضلا زائدا عن نفقته ونفقة من يعول وهو مستطيع ويجب عليه الكفارة. الاستطاعة قدرها بعض أهل العلم قديما 50 درهما أو 20، وهي مسألة تتفاوت على حسب الأزمان وعلى حسب الأعراض. الإطعام والكسوة، الإطعام أو الكسوة. الكسوة أن تكسوه ما تجزئ الصلاة فيه، فإن كان رجلا فثوب تجزئ الصلاة فيه، وإن كان امرأة فدرع وخمار. وقيل الكسوة غير مقدرة بالشرع فتقدر أيضا بالعرف، فيجزئ كل ما يقع عليه اسم الكسوة ويسمى لابسه مكتسيا. فالكسوة بعضهم يقول لا تجزئ الصلاة فيه، ثوب للرجل تجزئ الصلاة فيه، أو للمرأة خمار ودرع، يعني ثوب وخمار، أو هو يعود إلى العرف. فالكسوة يجزئ منها ما يسمى كسوة، وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة، لأن الآية لم تقيد الكسوة بالوسط، لم تقيد الآية الكسوة بالوسط، وإنما قيدت الإطعام بالوسط. فإذا هو ما يلبسه أهله أو ما يلبسه المساكين في بلده، يكفي القميص السابق اللي هو الجلابية مع السراويل كما تكفي العباءة أو الإزار والرداء، ولا تجزئ في الكسوة القلنسوة. يأتي له بقلنسوة يقول هذه كسوة، أو عمامة أو حذاء أو منديل أو منشفة، ويكفر عن يمينه. والذين تدفع لهم الكسوة هم الذين يجوز إطعامهم، يعني أنت تعطي الكسوة لمن يجوز أن تعطيه الطعام، لمن يجوز إطعامه. ومن الذين يجوز إطعامهم؟ الذين يدفع لهم الطعام المساكين والفقراء أحرارا، لأن العبد كفاه سيده، وألا يكون ممن تلزمك نفقته، النفق عليه، يعني لا تعطيه لابنك الفقير ولا لأبيك لأن هذا، ولا لأختك التي طلقت أو مات زوجها فصارت لديك تنفق عليها، يعني لا يعطي الكسوة ولا الطعام لمن تلزمه نفقته. ولا بد أن يكون مسلما إلا عند أبي حنيفة، وأن يكون قد أكل الطعام، فلو دفعها إلى من لم يطعم بعد لم يجز الدفع إليه. بعضهم قال الواجب ثوبان ثوبان. سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباء يلتحف بها. وبعضهم قال ثوب جامع كالملحفة. تعود المسألة إلى العرف الغالب. يجزئ في الكفارة أن يطعم بعض المساكين ويكسو بعضه، يعني يطعم 5 مساكين ويكسو 5، لا حرج، للتخيير بين الإطعام والكسوة، فاختياره في 10 وفي بعضه أيضا، إنه مخير في 10 رأسا، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فهذا في الأصل في 10، فإذا كان جائزا في 10 فهو جائز في 5 منهم، فيجوز أن يطعم 5 وأن يكسو 5. تحرير الرقبة يعني اعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافرا بإطلاق الآية. واشترط الجمهور الإيمان، لأن الإطلاق أخذ به أبو حنيف وأبو ثور وابن المنذر عليهم الرحمة. ولا تجزئ القيمة لمراعاة النص، لا تجزئ القيمة لمراعاة النص، لأن الله تبارك وتعالى قال إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا كما ترى لا يجزئ فيه القيمة، يعني لا يجوز أن تأتي بقيمة إطعام 10 مساكين وتدفعها للفقراء والمساكين، أو بقيمة كسوة 10 مساكين وتدفعها للفقراء والمساكين. لابد من الإطعام ولا بد من الكسوة إذا ما خيرت فاخترت. والصيام عند عدم الاستطاعة، إن لم تستطع واحدة من الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، تصوم. وإذا فالذين يصومون 3 أيام وعندهم القدرة على الإطعام أو على الكسوة مخطئون جدا في كفارة اليمين. أنت لا تصير إلى 3 أيام إلا إذا كنت لا تستطيع، لا تستطيع إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فيجب عليك أن تصوم 3 أيام.
فإن لم تستطع أن تصوم لمرض أو نحوه نويت الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر فإن عفو الله تبارك وتعالى يسعك، ولا يشترط التتابع في الصيام في الثلاثة أيام، يجوز صيامها متتابعة كما يجوز صيامها متفرقة. وأما ما ذكره الحنفية والحنابلة من اشتراط التتابع في الثلاثة الأيام الكفارة فغير صحيح، لأنهم استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة متتابعات وهي قراءة شاذة، ومعلوم أن القراءة الشاذة لا يستدل بها لأنها ليست قرآنا ولم يثبت أنها حديث حتى تكون تفسيرا أو تأويلا للآية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم تستطع إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين فأنت حينئذ تصوم 3 أيام، ولا يشترط أن تكون أيام متتابعة، ولا يجوز أن تخرج القيمة، قيمة الإطعام أو قيمة الكسوة. متى تكفر؟ الكفارة قبل الحنث وبعده، الكفارة قبل الحنث وبعد الحنث، يعني الكفارة لا تجب إلا بالحنث بعدم الوفاء وعدم البر في اليمين، واختلفوا في جواز تقديمها على الحنث على عدم البر. جمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث في اليمين وأن تؤخر، يجوز هذا ويجوز هذا. في الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. الكفارة وقعت قبل الحنث، هذا رواه مسلم كما ترى، يعني يفعل ما فيه الخير. ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث، وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الإثم، يعني عندما يعقد في الحنث بعد أن يقدم الكفارة لا يكون حينئذ آثما، إذ تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباح، كفر ثم يفعل الشيء بعد ذلك فلا إثم عليه. وعند مسلم أيضا ما يجوز تأخير الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها يحنث وليكفر عن يمينه، هذا جائز وهذا جائز كما رأيت. ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية، عند بعضهم قالوا قد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، قالوا ولعل هذه حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم تقديم الكفارة. هذه أشياء كما يقول بعضهم: لا أقول لا إله إلا الله، فتقول له لما؟ هي أكبر الذكر. يقول: لأني أخشى أن أقول لا إله ثم أموت فأموت في النفي قبل الإثبات. هذا كلام؟ لا إله إلا الله. ويجوز الحنث للمصلحة، يعني أن يخالف الإنسان في اليمين للمصلحة، الأصل أن يفي الحالف باليمين، ويجوز له العذول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجعة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الناس في الغالب يفهمون هذا النص فهما مغلوطا، فيفهمون من قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلفوا بالله، لا تجعلوا الله تبارك وتعالى لفظ الجلالة متعرضا لكم تحلفون به كثيرا، ليس كذلك، وإنما انظروا. ولا تجعلوا الله عرضة، العرضة هو الشيء الذي يكون في الطريق كالمتراسي وما أشبه يعترض طريق المار. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الحلف بالله مانعا من البر والتقوى والإصلاح، يعني يقول: والله لا أزور أخي ما حييت، فأنت تقول له: يا أخي ينبغي عليك أن تصل رحمك. يقول: حلفت بالله تبارك وتعالى ألا أزوره، فيجعل الحلف بالله، يجعل الله عرضة تعترض سبيل وصوله إلى البر والإصلاح بين الناس، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. رواه البخاري ومسلم وأحمد، وفي رواية: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فهذا جائز وهذا جائز، تحنث ثم تكفر أو تكفر ثم تحنث. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزه ألسنتنا من كل ما يسوء ومن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع شمل المسلمين، وأن يلم مشعثهم، وأن يرأب صدعهم، وأن يجبر كسرهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمعهم جميعا على كلمة سواء، وأن
يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.